صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك يا مريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع. وزي ما متعودين دايما يا كريم، زي ما انت قلت، يعني انا معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاكم النهارده باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي. النهارده التدريب هيكون من الساعه 5 للساعه 7 لمده ساعتين، تدريب على صاله الشباب والرياضه في مدينه السادسه من اكتوبر. يمكن يعني قرر مستر جاستي بوش ان التدريبات تكون بره صاله النادي الاهلي الفتره القادمه، استعدادا ان شاء الله طبعا للمشاركه في البطولات القادمه، واللي هتكون البدايه مع المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه اللي هتقام في سنغافوره من يوم 21 ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي. ويمكن إن شاء الله كمان الفريق يعني هيسافر بالكامل، بعثة فريق النادي الأهلي هتسافر يوم 17 من شهر سبتمبر الحالي لسنغافورة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. طبعا النادي الأهلي كيعني الفائز أو كبطل افريقيا الموسم الماضي، النادي الاهلي هيشارك في البطوله دي كبطل افريقيا وحصوله طبعا على بطوله البال الموسم الماضي. يمكن النهارده كمان ان شاء الله، يعني خليني اقول لك يا كريم ويا مريم، انه الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي من غير اللعيبه الدوليه، ويمكن كمان في وجود المحترفين سواء مايكل فاكوادي او عمر عباده المحترف التونسي اللي ان شاء الله هيكونوا مع النادي الاهلي الفتره القادمه للمشاركه في بطولتي يعني اللي هيشارك فيها النادي الاهلي، سواء بطوله كاس العالم الانديه او البطوله العربيه اللي هتقام في قطر الفترة القادمة. فهم يعني متواجدين مع الفريق ويعني بيواصلوا تدريباتها بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي، ولكن يعني التدريبات يعني ناقصها بس جميع لعيبة النادي الأهلي الدولية سواء ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران وكريم حاتم. يمكن طبعا جميع لاعبي النادي الاهلي دول يعني الخماسي متواجدين مع منتخبنا الوطني للمشاركه في بطوله كاس العالم للمنتخبات واللي مقامه في الفلبين الفتره دي. يمكن كمان خليني اقول لكم ان يعني منتخبنا الوطني بدا مشواره في كاس العالم للاسف يعني بالخساره في مباراه ليتوانيا ومباراه مونتيجرو، وكمان يعني فاز في مباراة الأردن ومباراة المكسيك، وبعد كده يعني للأسف خسر في آخر مباراة في مواجهته في كأس العالم أمام منتخب نيوزيلندا. يمكن طبعا بعد يعني خساره امام نيوزيلندا يمكن كانت بنتيجه 88-86، للاسف كده منتخبنا الوطني يعني هيشارك في ملحق اولمبياد باريس 2024، ودي هتكون عباره عن اربع دوريات بمشاركه 24 منتخب، ومن كل دوره هيتاخد منها يعني منتخب واحد، فكده يعني اجمالي اربع منتخبات هتشارك في اولمبياد باريس 2024، وده طبعا اربع منتخبات هتتاهل من ملحق الاولمبياد. ده بالنسبه لي طبعا اللي ما قدرش ان هو يتاهل بشكل رسمي لاولمبياد باريس من خلال بطوله كاس العالم للمنتخبات واللي كانت مقامه في الفلبين. كمان خليني اقول لكم انه يعني بعد اداء كبير شفناه ومجهود كبير من جميع لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي فاتت مع منتخبنا الوطني، طبعا زي ايهاب امين واللي سجل يعني 22 نقطه في مباراه المكسيك وحصوله على رجل مباراه في المباراه، طبعا نظرا ليه يعني حصوله على 22 نقطه وتسجيله 22 نقطه في المباراه. كمان عمرو الجندي، جميع اللاعبين يعني عملوا مجهود كبير جدا الفتره القادمه، فالنهارده ان شاء الله هيوصلوا للقاهره، ويعني فضل مستر اوجستي ايبوش ان هو يريحهم يومين وبعد كده يشاركوا في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي بشكل طبيعي طبعا عشان بعد كده استعدادا، ده طبعا كله في اطار استعدادات الفريق للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه المقامه في سنغافوره. كمان خليني اقول لكم انه يعني بعد عطاء لمده 14 سنه مع منتخبنا الوطني، يمكن قرر كمان امبارح كابتن عمرو الجندي قائد منتخبنا الوطني ولاعب النادي الاهلي الاعتزال بشكل يعني الاعتزال دوليا مع منتخبنا الوطني والاكتفاء طبعا ب 14 سنه من العطاء والمجهود مع منتخبنا، وقرر القرار ده امبارح بعد يعني اخر مباراه امام نيوزيلندا في بطوله كاس العالم للمنتخبات. يمكن شاف يعني انه ده طبعا افضل نهاية لمسيرته مع منتخبنا الوطني وهي المشاركة في بطولة كأس العالم للمنتخبات. ده بالنسبة لفريق كرة السلة. خليني بقى أروح لفريق كرة الطائرة، وطبعا النهاردة إن شاء الله هيشاركوا أو هينتظموا في التدريبات بشكل طبيعي الساعة 1:30 على صالة المقاولين العرب في مدينة نصر. يمكن برضو قرر يعني المدير الفني
انه التدريبات كلها تبقى بره صاله النادي الاهلي الفتره القادمه، والاستعدادات يعني بشكل منتظم للمشاركه في بطوله الدوري اللي هتقام ان شاء الله تقريبا في شهر 11 القادم. برضو بنات او سيدات كره الطايره النهارده عندهم تدريبات بشكل طبيعي استعدادا لبطوله الدوري، ورجال كره اليد تحت قياده المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز النهارده ان شاء الله عندهم تدريب الساعه 4 للساعه 6 استعدادا للمباراه القادمه اللي هتكون يوم الثلاث امام نادي المعادي الساعه 8، ودي هتقام على المركز الاولمبي في المعادي. يمكن دي طبعا المباراه الثانيه للاعبي النادي الاهلي في بطوله الدوري، يمكن اول مباراه كانت امام نادي الزهور واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 30-18، يمكن دي كانت انطلاقه بطوله الدوري، وكانت المباراه دي يوم الجمعه الماضيه. بكره ان شاء الله او بعد بكره هتكون ثاني مباراه لفريق النادي الاهلي، وبعد كده يعني جميع المباريات بالنسبه للفريق هتنتهي يوم 22، عشان بعد كده ان شاء الله الفريق يعني بعديها باربع ايام هيسافر يوم 26 للكونغو للمشاركه في بطوله افريقيا لابطال الدوري، واللي هتقام يوم 28 ليوم 7 شهر 10 او شهر اكتوبر القادم. يعني البطوله دي ان شاء الله هتقام في الكونغو، ومش بس بالنسبه لرجال كره اليد، كمان بالنسبه لسيدات كره اليد يا كريم ويا مريم ان شاء الله برضو هيسافروا في نفس الموعد على نفس الطياره، واللي هيكون رئيس البعثه هيكون الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي، هيسافروا في نفس الوقت، وكمان البطوله هتبتدي في نفس الوقت بالنسبه للسيدات من يوم 28 ليوم 17 شهر اكتوبر القادم. ويمكن كمان بالنسبه لسيدات كره اليد النهارده هم متواجدين في الاسماعيليه في معسكر مغلق، ويمكن البدايه هتكون النهارده ان شاء الله لحد يوم 7 سبتمبر الحالي لحد يوم الخميس تقريبا او يوم الجمعه. يمكن خليني اقول لكم ان المعسكر المغلق ده يعني قرر الكابتن او المدير الفني الكابتن محمد عادل زوله قرر ان هو الفريق او جميع لاعبي النادي الاهلي جميع لاعبات النادي الاهلي ان هم يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لبطوله افريقيا ان شاء الله الفتره القادمه، ويمكن النهارده ان شاء الله هتكون البدايه، بس هيتمرنوا على فترتين، الاول الفتره الصباحيه من الساعه 9 للساعه 10 وهتكون الاكثر التركيز على الجانب البدني، وبعد كده من الساعه 6 للساعه 8 هتكون على التركيز الفني، واللي هو طبعا يعني لعبه كره اليد هتكون بس التدريبات عباره عن لعبه كره اليد، والصبح هيكون بعض التدريبات يعني حفاظا على اللياقه البدنيه. ده هيكون البرنامج بالنسبه لسيدات كره اليد طوال يعني فتره المعسكر. طبعا ده هيكون زي ما قلت استعدادا للمشاركه في بطوله افريقيا لابطال الدوري. يمكن دي يا كريم ومريم كانت يعني كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. نشكرك على هذه التغطيه المتميزه كالعاده زميلتنا العزيزه ساره حامد، شكرا جزيلا ليكي.